السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في هذا الفيديو الجديد حول الـ AI Marketing. في هذا الفيديو سنتحدث حول آخر الأخبار بخصوص هذا الموقع. إن كنت مهتم تابع معي الفيديو حتى النهاية، وقبل ذلك تنسى اللايك للفيديو وأيضا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلك دائما كل ما هو جديد، وأيضا الانضمام إلى قناة التليجرام الموجودة أسفل هذا الفيديو. دون الإطالة الإخوان، مباشرة إلى التفاصيل. مرحبا من جديد. فيما يخص الـ AI Marketing، بمناسبة الإخوان كان يعني سينعقد لدينا اجتماع يوم الثلاثاء يعني في هذا اليوم، لكن مع الأسف الإخوان كالعادة تم التأجيل للمرة الألف، تم تأجيل الاجتماع إلى 6 في شهر 9. كنا نتوقع أن يتم تأجيل الاجتماع كالعادة. صراحة الإخوان يعني الموقع أصبح ممل جدا كما ترون، نفس المشاكل لازالت صفحة الحساب موجودة إخوان، لازال لدينا أصفار هنا في الحسابات، لا يتم معالجة أي شيء كما هو موضح في هذا المكان، الحساب كله أصفار. وفيما يخص الإخوان إعادة استثمار الكشبك، فأنا توقفت عن إعادة استثمار الكشبك يعني، ويعني أغلب المستثمرين أيضا توقفوا عن إعادة استثمار الكشبك، إلا أن هناك تقريبا أعتقد 30% و 20% تقوم بإعادة استثمار الكشبك، لكن 70% لا تقوم بعد استثمار الكشبك، وهذا بناء على يعني استفتاء قمت بوضعه في قناة التليجرام. بالمناسبة إذا لم تنضم إلى التليجرام انضم الآن، فرابطه موجود في أول تعليق. أما فيما يخص الإخوان المبيعات كما قلت صفر. فيما يخص هذا استثمار الكشبك يتم يعني تتم العملية في خلال 48 ساعة. فيما يخص العمولات في الاي ام بي نتورك كالعادة هي متوقفة خصوصا عند أغلب المستثمرين. هناك شركات جديدة تظهر دائما هنا في هذا المكان، لدينا شركات جديدة، لكن الإخوان كما شرحت في الفيديو يعني السابق الإخوان لا يتم تحويلنا إلى أي شركة كما ترى هنا. مثلا هنا لونوفو، إذا قمنا بعرض مثلا التحويل إلى هذا الرابط لا يمكننا أن نقوم يتم تحويله مباشرة. أعتقد الإخوان أين هو المشكلة بالضبط، يعني هل تم إلغاء هذه الأخيرة أو هناك مشكل في يعني التحويلات من الموقع إلى من الـ AI Marketing إلى مواقع الشركات وما إلى ذلك، لا أعرف الإخوان، لكن أعتقد أن البنية التحتية الخاصة بالموقع مدمرة بشكل كامل، والله أعلم الإخوان. هناك صراحة براندات جديدة موجودة في هنا، موجودة في هذا المكان، يمكنك البحث عليها من خلال هذا المكان. مثلا هناك العديد من صراحة من البراندات الجديدة وما إلى ذلك، لكن الإخوان صراحة هذا لا يعني أي شيء. فالأهم هو إذا حتستحبوا على الأقل خروج في اجتماع أو خروج بيان رسمي خاص بهم ليتحدثوا حول هذه الأمور. فالأمل الوحيد الإخوان الموجود هو أن هذا الأمر يعني تم، أو أن الموقع سابقا تم قفل السحب وبذلك تم إتاحة السحب من جديد بعد مدة طويلة جدا يعني، وهذا الأمل هنا أن يتم أن يعيد التاريخ أو يعيد التاريخ نفسه مرة أخرى ويتم إتاحة السحب صراحة. لكن العموم الإخوان فالمستثمر طبعا المستثمر الناجح لا يعتمد فقط على موقع معين أو شركة معينة ومصدر دخل معين، فيمكنكم الإخوان تتعلموا أمور أخرى كما دائما أقول في فيديوهات، دائما أقول لكم تتعلموا استثمار في مجالات أخرى، وأيضا تتعلمون يعني البيع والشراء مثلا أونلاين، تجارة إلكترونية، دروب شيبينج وما إلى ذلك. هناك العديد من الأمور التي يمكنك طبعا الاستثمار في نفسك، وبعد ذلك تقوم بتقديم هذه الخدمات مثلا مثل ديزاين، مونتاج، تصميم صور وما إلى ذلك. يعني هناك العديد من الأمور التي يمكنك ربح من خلالها، وطبعا هذه المواقع تبقى يعني مصدر دخل ثانوي يمكنك الاستفادة منها، لكن إما ضع فيها مبلغ فقط لن يضرك حتى وإن يعني قدر الله حدث مشكلة كما رأينا في الـ AI Marketing، يعني إذا كنت وضعت مبلغ يعني لن يضرك طبعا. فالآن أنت أعتقد أنك أصلا لن تشاهد هذه الأخبار، يعني لن تهتم ب هل عاد الـ AI Marketing أم لم يعد، فإذا عاد سيكون خير، وإذا لم يعد يعني فلا بأس بذلك. لهذا الإخوان دائما كما أقول دائما قم بتوزيع المحفظة الخاص بك على مجموعة من الأمور حتى لا تكون ضحية لمثل هذه المصائب التي تحدث دائما في عالم الاستثمار.
حتى في العملات الرقمية، حتى وفي الأسهم، حتى دائما الإخوان دائما إدارة المخاطرة هي أهم شيء في هذا المجال. نعم، الحفاظ على رأس مال نقطة مهمة جدا، يعني لا تربح شيء، فقط احتفظ برأس مالك. فإذا احتفظت برأس مالك لمدة طويلة جدا فستكون يعني مستثمر ناجح في المستقبل. كل أسبوع سأقوم بعمل لكم فيديو بخصوص الموقع، فقط سأتحدث بشكل مختصر عن الموقع، يعني ماذا يحدث في الموقع، هل هناك شيء جديد؟ وهذا فقط لأن العديد من إخواني يتساءلون حول الاي ماركتينج. عندما أنا يعني لم نقدم فيديو بخصوص الاي ماركتينج لمدة طويلة جدا، يبدأ الإخوان بالسؤال حول ما يعني حول أخير أخبار بخصوص الاي ماركتينج. لهذا الإخوان سنخصص وقت كل أسبوع سنقوم بتقديم فيديو حول الاي ماركتينج لنرى ماذا يحدث. كان شيء هناك كان شيء جديد نقوم بتقديمه، وإن كان طبعا أمور إيجابية أو سلبية أو هناك تحديث في الموقع وشيء من هذا القبيل. حتى ولم يكن أي شيء سنقول لكم أنه لا يوجد شيء بخصوص الاي ماركتينج. إذن الإخوان تعلموا أشياء جديدة، فهناك أمور أخرى يمكنكم الربح من خلالها، خصوصا الإخوان التجارة الإلكترونية، خصوصا الإخوان يعني تقديم خدمات مثل الديزاين، مثل يعني تعلم الإخوان دائما استثمر في نفسك وتعلم يعني شيء جديد الذي يمكن أن يدير لك دخل في المستقبل. وأيضا الاستثمار فهو جيد جدا، يبقى يعني من الأمور الجيدة، لأنك لا يكون هناك مجهود بخصوص الاستثمار، فقط يجب عليك أن يعني يكون لك مجهود في البداية حتى تجد شركة أو يعني شركة جيدة للاستثمار مثلا، وتقوم بإيداع فيها مبلغ لن يضرك طبعا، وسيكون لديك يعني مثلا رتب شهري كل شهر تقوم ب يعني الاستفادة من هذا المبلغ شهريا دون عمل أي شيء. وإذا يعني تركز في أمورك الخاصة، مثل إذا كنت تقوم بتاجر مثلا أو تقوم بالتداول مثلا في العملات الرقمية وفي الأسهم وما إلى ذلك. ومن بين الإخوان هذه سأقدم لكم هذه الشركة ماينت، يعني كما تعلمون الكل يتحدث حول هذه الشركة مؤخرا، يعني عملت ضجة كبيرة جدا خصوصا في الوطن العربي وأيضا في الغرب. كما نرون هذه الإخوان هذه الشركة، لقد قمت بتقديم شرح حول هذه الشركة يعني كما ترى في هذا المكان. صراحة العديد من الإخوان قاموا بطرح علي هذه الشركة يعني أكثر من 15 يوم، وأنا أتواصل بالرسائل حول هذه الشركة. أعطينا شرح حول هذه الشركة، قدم لنا شرح حول هذه الشركة، هل هذه الشركة جيدة وما إلى ذلك الإخوان. فعندما فحصت الشركة وجدت فعلا أن يعني الموقع متعوب عليه صراحة، يعني وأيضا صاحب الشركة هو يعني شخصية معروفة جدا، وأعتقد أنه العلاقة بالسياسة أو شيء من هذا القبيل. إذن إخوانا يعني هذه الشركة أقدم لكم هذه الشركة لمن هو مهتم بالاستثمار، دائما استثمر مبلغ لن يضرك، يمكنك أن تقوم بالبحث قبل أن تقوم بالإيداع في الشركة، شاهد فيديوهات أخرى، ابحث في أماكن أخرى حتى يكون لديك قناعة تامة من أجل الاستثمار في هذه الشركة. وعندما تقتنع ضع مبلغ لن يضرك طبعا، فإذا كانت $1000 لن تضرك ضع في الموقع، كانت $100 لن تضرك ضع في الموقع وما إلى ذلك. فيمكنك الاستثمار من $25 إلى أعتقد إلى $50,000. يعني هناك صراحة هناك مستثمرين أجانب وضعوا مبالغ كبيرة جدا، مثل $50,000، $20,000، $10,000 وما إلى ذلك. لكن أنت دائما ضع مبلغ الذي لن يضرك في هذه الشركة، فشرحها موجود في أسفل هذا الفيديو، أيضا رابطها موجود أسفل هذا الفيديو. أتمنى لكم التوفيق الإخوان، شكرا لمتابعتكم، لا تنسوا لايك للفيديو وإذن الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل ما هو جديد، والسلام عليكم.